معي من جدة عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري دكتور هشام مروة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور هشام. المشهد على الأرض بعد كيماوي دوما، الضربة الأمريكية، الاجتماعات، الموضوع، الحل السياسي اليوم وبعد كل التصريحات طبعا التي سمعناها من بعد الضربة الأمريكية بعد دوما اللي دائما ما ذكرت الحل السياسي، نتحدث فعلا عن الخروج بأهداف هذه المرة تتعلق بحل سياسي؟ مساء الخير لك والإخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. العمل على تكريس وإنجاز وعودة الحل السياسي والمفاوضات المؤدية إلى حل سياسي منسجم مع قرارات الأمم المتحدة الصادرة بالموضوع، وعلى خاص قرار مجلس أمن 2264 وبيان جنيف، هذا أمر لابد منه من أجل حل الأزمة بشكل نهائي. يعني التقدم العسكري أحيانا لبعض الفصائل أو التراجع تقدم للنظام أو التراجع، المفروض أنه لا يعكس إطلاقا حلا نهائيا. هذه تكون جولات تزيد وتنقص على الأرض، ولكن الحل السياسي هو الحل الذي ينهي الأزمة ويضع مسيرة البداية. شو يعني حل سياسي دكتور هشام؟ لا اسمحي لي بس كمل. اللقاء الدول الخمسة هذا له أهمية تنتج من اجتماع سابق. هذه الدول الخمسة قدمت لطرفي الأزمة في سوريا، قدمت مسودة أو مشروع للحل أو أوراق سموها لا ورقة، هي أفكار من أجل الحديث فيها، وقد طبعا النظام رفضها بشكل مباشر. القوى الثورة والمعارضة، الهيئة العليا للمفاوضات تدرسها. أتحدث عن اجتماع فيينا في مطلع هذا العام. هذه الورقة كانت تحدث عن تعديلات دستورية، كانت تحدث عن آلية انتخابية برعاية أممية، تطبيق لشكل من أشكال اختراق الجمود المفاوضات الموجود باتجاه حل سياسي وباتجاه تطبيق القرار، خارج الطريق لتطبيق القرار 2254. الاجتماعات اليوم لم يعني يرسخ شيء حتى الآن عن هذه الاجتماعات، لكن بالتأكيد هي مراجعة لتلك الورقة وتطوير لها بناء على كما قلت التطورات التي جرت على الأرض. لمستورة والمراقبون حسموا موضوع التطورات العسكرية على الأرض أنها لن تؤدي إلى تغيير مسار الحل السياسي، ولذلك كان عبثا الحقيقة عملية أو عملية كيماوي دوما والتهجير العرقي عن محاولة عبثية من النظام لتكريس واقع الأرض يفرضه في المفاوضات. هذا أمر غير ممكن. خريطة الطريق التي تحدث عن الحل لا تتعامل مع أجسام عسكرية قادرة على البقاء، تتحدث عن وضع جديد سيتم إنتاجه بتوافق المجتمع الدولي وتوافق السوريين. أنتم كمعارضة ما الذي سترحبون به وما الذي ستقبلون به على مضض وما الذي سيجعلكم ترفضون أي مخرجات؟ يعني كما تعلمين هذا السؤال واسع جدا وعريض، لكن أقول كل ما جاء منسجما مع سبقاً وافقت عليه قوى الثورة والمعارضة على خط القرار 2254 المستند إلى بيان جنيف القاضي بتحقيق تحول سياسي يعتمد على انتقال سياسي، بالتأكيد سيكون محل ترحيب ودعم من قوى الثورة والمعارضة. بس الوضع على الأرض يعني إن كان كحركين، إن كان سياسي ولا ميداني، والوقت كل هذا بيغير يعني الموضوع. المفروض موقف المعارضة اليوم مختلف تماما عما كان إليه في السابق، وهذا ينعكس على كثير أمور وعلى ما ستوافقون عليه وما إلى ذلك، صحيح دكتور هشام؟ أنا الحقيقة بدي أفهم ما يخالف قولك. أنا ما أريد قوله وهذا ما أكده الدستور وهو مؤكد عند أي حل سياسي، ما جرى على الأرض لا يستطيع ولا يرقى لأن يؤثر على تغيير قرارات مجلس الأمن ولا المشهد الدولي. هذه نقطة مهمة جدا. يعني الكيماوي كان هدف التهجير العرقي وسعار وتسعير للحل العسكري من أجل إلغاء العملية السياسية. عندما تبدأ العملية السياسية لن تعتمد على وجود عسكري متقدم للنظام هنا أو متقدم لقوى الثورة والمعارضة في مكان آخر، ستعتمد على تطبيق قرار 2254 الذي يقضي بوجود مفاوضات جدية تنتج نظام كما جاء في عبارة القرار 2254 ذي مصداقية وغير طائفي، بعيدا عن التمركزات، كل هذه التمركزات العسكرية وغيرها ستنتهي بالفشل، لأن سيكون هناك بناء جديد حتى كما جاء في ورقة بلا ورقة الدول الخمسة، سيكون هناك بناء جديد لتشكيلات الدولة وإعادة إصلاح ما يمكن إصلاحه منها. شكرا جزيلا لك دكتور هشام مروة عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري.
كنت معي من جدة، شكرا دكتور هشام.